نفذت رابطة جرحى تعز مسيرة احتجاجية ضمت العديد من جرحى الحرب مطالبين الحكومة بالاهتمام والنظر إلى أوضاعهم المتردية والتي تحتاج إلى الدواء والغذاء وتسوية أوضاعهم. مزيدا من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد. شهدت محافظة تعز مسيرة لجرحى تعز مطالبين الجهات المعنية بالنظر إلى معاناة الجرحى من خلال توقف البرنامج العلاجي وكذا الإهمال الواضح للجرحى في تسوية أوضاعهم المعيشية، مع المطالبة للرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في إطلاق مبلغ 1 مليار ريال الذي وجه به قبل سنتين ولم يصرف إلى الآن، وقد نظم الوقفة رابطة جرحى تعز. اليوم خرجت رابطة جرحى تعز تطالب الحكومة ورئاسة الوزراء رئاسة الجمهورية بالإيفاء بوعوداتها بصرف ميزانية ثابتة لعلاج جرحى تعز، بحيث وجه رئيس الجمهورية بمبلغ 1 مليار ريال لعلاج الجرحى قبل عامين، ولا يزال إلى يومنا هذا حبرا على ورق. ها هم الجرحى، منهم من يريد السفر ومنهم من يريد العلاج الطبيعي، وكذلك جرحى تعز في الخارج في القاهرة وفي الهند بين الإهمال والخذلان المستمر. نوجه نداءنا أيضا إلى السلطة المحلية هنا ممثلة بالمحافظ نبيل شمسان ووكلائه الخمسة، انزلوا إلى عدن، تابعوا حقوق الجرحى لدى الجهات الحكومية والجهات المختصة. خرجنا هنا لنوصل رسالتنا للشرعية وللسلطة المحلية أننا مهملون. السلطة المحلية تركتنا بدون علاجات، واللجنة الطبية أيضا تركتنا بدون علاجات. لماذا الشرعية يعني تتخلى عن جرحاها؟ جرحى الذين ضحوا لإعادة الشرعية ولإعادة السلطة في محافظة تعز الآن مهملون ومنسيين من قبل السلطة المحلية وقيادة المحور والشرعية الممثلة بقيادة عبد الرب منصور هادي ومعين عبد الملك. نوجه رسالة لهم أننا جرحى تعز مهملون كل الإهمال، نحن بحاجة العلاج. رابطة جرحى محافظة تعز يطالبون مستحقاتهم المطلوبة التي لا يجدون لها مكانا، وأيضا عافت جراحهم. نعائم خالد، قناة عدن فضائية تعز.